السلام عليكم شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. سيكشن النهارده ان شاء الله هنتكلم على الجرين سايز اناليسيز او الميكانيكال اناليسيز. طيب، هي جايه اصلا من اسمها الجرين سايز اناليسيز، معنى كده اللي انت تبتدي اللي انت تعمل اناليسيز للجرين سايز او للسامبل بتاعتك، يعني سواء انت مثلا سيلمنتس واخدها من العجمي او واخدها من العمريه او واخدها من برج العرب او من الشطبي، بتبتدي اللي انت تاخد السامبل بتاعتك دي وتحطها في السيف او في المنخل بتاعك. طيب، بعد كده ايه اللي بيحصل؟ السيف ده بيبتدي ان هو يفصل كل سايز لوحده، يعني سواء هو جرافل بيبتدي ان هو يفصله، سواء هو ساند بيفصله، سيلت بيفصله، كلي بيفصله. تمام. طيب، بعد ما بتعمل كده، الهدف اللي انت بتعرف هل اول حاجة السورتنج بتاعك عامل ازاي، الجرين سايز ايه اكتر سايز هو اللي موجود عندك، فبتبتدي ان انت تاخد كل جرين سايز بدل ان هو يتفصل وتوزنه. طيب، بعد ما بتوزنه بيبقى عندنا 2 من السكيل بالنسبة للجرين سايز، يا اما الفاي سكيل يا اما المليمتر سكيل، زي ما هو موجود في الجدول البين كده. كل سايز والسايز اللي بيكافئه برضو زي ما موجود في الجدول اللي هو موجود تحت اللي هو باللون الجراي، الجرين سايز والفاي سكيل بتاعه والمليمتر سكيل بتاعه. طيب، بنبتدي ان انت توزن كل سايز ايه منفصل عن التاني. طيب، بعد كده بتبتدي انت تعمل ايه؟ بتاخد مجموع السايزز دي كلها اللي انت وزنتهم او الويتس اللي انت وزنته كله، وبتبتدي اللي انت تجمعه. يعني مثلا كأول حاجة اللي هي 4 من 10، بعد كده 1 و42 و2 76 وهكذا لحد ما وصلت لحد اخر سايز. طيب، دي اول خطوة اللي انت بتبتدي اللي انت تجمعهم كلهم. مثلا طلع التوتال ويت هنا ان هو 30 و92. طيب، بعد كده بتجيب الويت بيرسنت. الويت بيرسنت هتجيبه ازاي؟ شايف اول سايز، هتبتدي اللي انت تقسم الاربعة من عشرة على 30 و92 وتضربه في 100، هيديك الويت بيرسنت بال اللي هو اول واحد هيبقى 1.3. طيب، بعد كده هتقسم 1.42 على 30 و92 من 100 وتضربها في 100، يعني بتجيب الويت وبتقسمه على التوتال ويت وبتضربه في 100. كده انت جبت الويت بيرسنت بالنسبة لكل سايز عندك. طيب، بعد كده بتجيب الكوميوليتيف ويت بيرسنت. بتعمل ايه؟ بتنزل اول رقم زي ما هو زي ما موجود في الجدول البنك في اخر كولم، بتنزل 1 و3 زي ما هي. طيب، بعد كده هتعمل ايه؟ هتجمع الـ1 و3 على السايز اللي بعده او الويت بتاع السايز اللي بعده اللي هو 4.6. طيب، يبقى 1 و3 بلس 4.6 هيديك 5.9، وده هيبقى تاني نقطة في الكولم بتاع الكوموليتيف ويت بيرسنت. طيب، بعد كده 5.9 تجمعها على 8.9 أو الويت اللي بعده اللي هو 8 و9 وتحطها في النقطة التالتة اللي هتبقى 14 و8، وهكذا لحد ما توصل لحد آخر سايز عندك، والمفروض إن هو بيطلع 100%. لو ما طلعش 100% بيطلع 99.9، 99.8، بس ما المفروض ان هو ما يقلش عن كده، وطبعا مش هيزيد عن كده. وفي الجدول الجري ده اللي هو الجرين سايز بالفاي سكيل والمليمتر سكيل، وكل سايز اللي بيكافئه سواء هو جرافل، سواء هو ساند، سواء هو سيلت، سواء هو كلي، والكونسوليديتد روك اللي هو بيديه سواء كونجلوميريت او بريشيا، ساند ستون او سيلت او كلي ستون او مود ستون. طيب، نيجي بعد كده بعد ما توزن كل حاجه وتطلع الويت والكوميونيتي ويت بيرسنت، بترسم الهيستوجرام او الفريكونسي كيرف. طيب، بترسمه ازاي؟ ده بيبقى الجرين سايز محطوط في اكس والويت بيرسنت محطوط في اكس. طبعا الجرين سايز بيبقى موجود في الاكس اكس والويت بيرسنت موجود في الواي اكس. طيب، بعد ما بترسم على هيئة كولمز، بتعرف هل هو يوني مودل ولا باي مودل ولا بولي مودل. طبعا من خلال الشكل بتاعه، هل هو طالع ونزل ولا طالع ونزل بعد كده طالع ونزل تاني، ولا طالع نزل طالع نزل طالع نزل تاني لو هو بولي مودل. طيب، دي بتدلنا على ايه؟ لو هو يوني مودل معنى كده ان هو سايز واحد بس هو اللي مسيطر على العينة، او سايز واحد هو الدوميننت في العينة. لو باي مودل بيبقى عندنا تو سايزز هم المتحكمين، يعني ممكن مثلا يبقى ايه الجرافل مع الساند، العينة 70% منها جرافل و20% منها ساند، او مثلا 40% 30% وهكذا. طيب، لو هو بولي مودل، لا، ده احنا عندنا كذا سايز هو اللي متحكم، هتلاقي الجرافل مع الساند مع الكلي مثلا. طيب،
برضو ممكن من كده نستنتج السورتنج، لو هو يوني موديل ففي الغالب بيبقى السورتنج بتاعه بيبقى عالي، بيبقى ويل سورتد. لو باي موديل يعني السورتنج بتاعه بيبقى اقل شويه، لو بولي موديل بيبقى السورتنج بتاعه طبعا ايه اقل خالص، يعني لان العينه بيبقى السايزز فيها متفرقه او بتبتدي انها تتوزع على كل العينه، مش سايز واحد بس هو اللي موجود في العينه. طيب بعد كده بترسم الفريكوانسي كوميوليتيف كيرف، ده بيبقى الجرين سايز بس مع الكوموليتيف ويت بيرسنت. طيب ده يا اما بترسمه زي في الرسمتين دول، يا اما باريزماتيك اللي هي موجوده على الشمال اللي هي ورقه جراف عاديه، يا اما بروبابيلتي بيبر. طبعا المسائل اللي احنا هناخدها النهارده هنرسمها على البروبابيلتي بيبر اللي هي موجوده على اليمين دي. طيب بعد ما بترسم بتبتدي ان انت بتشوف الجرين سايز او سوري الكوموليتيف ويت بيرسنت بيكافئوا قد ايه من الجرين سايز. يعني مثلا كمثال هنا بتجيب الفاي 5، يعني بتشوف الكوميوليتيف ويت بيرسنت اللي هو عند رقم 5 وبتشوف بيكافئوا كام من الجرين سايز على الاكس اكس. طيب بعد كده الفاي 16 بتشوف الواي اكس عند رقم 16 او عند الكوميوليتيف ويت بيرسنت اللي هو 16 وبتشوف بيكافئوا كام من الاكس اكس او اللي هو الجرين سايز، وهكذا بالنسبة للفاي 50 والفاي 84 والفاي 95. بس عايزك تزود حاجة، يعني هنا بالنسبة للفاي 50 اللي هي النقطة اللي موجودة في النص بالنسبة للكيرف بتاعك دي بتبقى حاجة اسمها الميديان. يعني ايه الميديان؟ الميديان ده اللي هي متوسط الحجم بتاع العينات اللي هو موجود في العينة. يعني انت مثلا الفاي 50 دي جيت توقعها على الاكس اكس طلعت مثلا ان الجرين سايز اللي هو موجود في البوينت دي اللي هو مثلا ايه الفاين ساند، معنى كده ان الميديان بتاعك او متوسط العينه بتاعتك دي موجود فيها الفاين ساند. طيب في حاجات تانية ممكن برضو تطلعها من الفريكوانسي كوميوليتيف كيرف، السورتنج لو شبه الرسمه دي ستيب سلوب، معنى كده ان هي واخده رينج قليل للاكس اكس، يعني مثلا واخده من اول هنا لحد هنا الرينج بتاعها قليل. طيب لو مثلا شبه دي شايف الرينج بتاعها من اول هنا لحد هنا، معنى كده ان هي واخده رينج عالي او واخده رينج كبير شويه، معنى كده ان هي واخده سايزز كتير شويه، فمعنى كده ان السورتنج بتاعها هيبقى قليل. تمام. طيب ايه البارامترز اللي انت بتطلعها من الجراف اللي انت بترسمه؟ اول حاجه المود، طبعا احنا قلنا ازاي بنطلعه سواء هو يوني او باي او بولي مودال وعرفنا الفرق بين الثلاثه وبيدل على ايه. الميديان انا قلت لك برضو بتطلعها ازاي، اللي هي من الفاي 50 او اللي هي بتدل على متوسط الحجم اللي موجود في العينه. السورتنج انت ممكن برضو تطلعها بمجرد النظر زي ما انا قلت لك سواء من المود او من الميديان. السكوينز السكوينز بتطلعه من الفريكوانسي كيرف اللي هو كنا بنرسمه مع الهيستوجرام. الحته دي بس هقولها تاني، لو انت عايز ترسم الفريكوانسي كيرف مع الهيستوجرام شايف كل الكولمز اللي هي موجودة عندك دي بتجيب ميد بوينت لكل كولم وتبتدي ان انت توصل ببعض البوينتس دي. تمام، فيديك شكل من التلاتة دول، يا اما هيبقى جاي ناحية الفاين او جاي ناحية اليمين شوية، ده بيبقى كده اسمه نيجاتيف سكوي. طيب معنى كده ايه؟ معنى كده ان العينة بتاعتك الحيوط بتاعها ناحية الفاين جرينز اكتر، يعني معنى كده ان انت هتلاقي عندك في العينة فاين ساند او فيري فاين ساند او سيلت او كلي. يعني انت كل الاحجام اللي هي موجودة عندك في العينة او اغلب الاحجام اللي موجودة في العينة بتبقى فاين. طيب تاني حاجة لو هي الحيوط بتاعها ناحية الشمال او ناحية الكورس جرين، معنى كده برضو ان العينة بتاعتك كورس ساند جرافل فيري كورس ساند. طيب لو هي نوسكوي معنى كده ان هي هتبقى نورمال ديستريبيوشن، يعني ولا الفاين ساند هو اللي مسيطر ولا الكورس جرين، لا هي هتبقى موجوده في النص بين الاثنين. ومعنى كده اللي انت هتلاقي ان المود بيساوي المين بيساوي الميديان، على عكس البوستيف والنيجاتيف سكوي ما بتلاقيش ولا المود ولا الميديان ولا المين بيساوي بعض، وعرفنا ايه الفرق بين التلاتة. طيب خامس حاجه اللي هي الكورتوسز، دي بتطلع سواء هو بليتي او ليبتو كورتوسز او ميسو كورتوسز، ودي انتوا واخدينها برضو في المحاضرة اللي هي التلات اشكال، وبرضو انتوا هتطلعوها في المطلوب الثامن ازاي تطلعوها برضو ايه بالحسابات بالظبط هتبقى طالعة ازاي. طيب بعد كده الجرافيك مين، الجرافيك مين ده انت بتطلعه من
القوانين دي او القانون اللي هي الفاي 16 زائد الفاي 50 زائد الفاي 84 على التلاتة. طبعا انا قلت لكم من هنا انت بتشوف الفاي 5 و16 و50 و84 و95 وبتكافئ كام من الجرين سايز. بعد ما بتطلع القيم دي هتبتدي ان انت تعوض فيها في القوانين اللي جاية، سواء اول قانون اللي هو المين، وبتشوف القيمة اللي هتطلع لك. يعني نفترض ان القيمة بتاعتك طلعت 1.5، فهتبص في الجدول اللي على اليمين ده وبتشوف ال1.5 دي واقع فين. فمثلا ال1.5 هنا هتبقى واقعة في الميديم ساند، فانت كده عرفت بالظبط المين بتاعك بيكافئ كام او بيكافئ انهي في الجرين سايز. طيب تاني حاجة او سابع حاجة هتطلعوها للستاندرد ديفيشن. الستاندرد ديفيشن برضه هتعوض في المعادلة دي وتشوف هو بيكافئ كام، وتشوف السورتنج بتاعك عامل ازاي، هل هو فيري ويل ولا ويل ولا بولي سورتد وهكذا. طيب الجرافيك سكوينس ده برضو انت كنا بنطلعه بمجرد النظر، لا ده هنا في قانون هتبتدي انت برضو تعوض فيه وتشوف هل هو سترونجر بوزيتيف ولا بوزيتيف ولا سيميتريكال او اللي هو نورمال ديستريبيوشن ولا نيجاتيف ولا سترونجلي نيجاتيف. طيب تاسع حاجة بتطلع الكورتوسيس، ده برضو هتعوض في المعادلة اللي هي موجودة قدامك دي وبتشوف هل هو بليتي ولا ميزو ولا ليبتو كورتيك. تمام لحد كده. ده بالنسبة للشرح يا شباب. دي هتبقى مسألة هتبتدوا ان انتوا تحلوها. نفس الكلام برضو هتجمعوا الويتس كلها مع بعض، وبعد كده تجيبوا الويت بيرسنت اللي هو الويت على التوتال ويت في 100، بعد كده تجيب الكوميوليتيف ويت اللي انت هتنزل اول قيمة، بعد كده هتجمعها على القيمة اللي بعدها وتحط في الجدول، بعد كده القيمة اللي انت طلعتها وحطيتها في الجدول هتجمع لك القيمة اللي هي موجودة بعدها وتحطها، وهكذا لحد ما توصل آخر رقم عندك ل100%. دي طبعا ورقة رسم بيانة هترسموا فيها الهيستوجرام أو الفريكوانسي كيرف الاتنين مع بعض، ودي probability بيبر هترسموا فيها اللي هو الكوموليتيف فريكوانسي كيرف. لو انت عندك ورقة خارجية عايز تحل فيها، أو مثلا ورقة انت كنت كاتب فيها قبل كده عايز تمسح، يعني ايه تصرفه. ودي البارامترز اللي هتبتدي اللي انت تطلعها من الرسم بتاعك، ودي تاني بروبلم ودي تالت بروبلم، فهتبتدي اللي انت تحله التلاتة مع بعض. واللي يحل يا شباب يعني يا ريت يورينا الحل بتاعه، سواء ليا او لدكتور محمد زكريا او لدكتور محمود ثابت. ولو في حد مش فاهم حاجة يتواصل برضو معايا او مع دكتور محمود او دكتور محمد زكريا ويبلغنا بيها. ماشي يا شباب، شكرا.